دلوقتي تعالوا نتابع ما الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفل المعهد العالي للفنون الشعبية بيوم الألعاب الشعبية، وبيعيد طلاب المعهد إحياء الألعاب الشعبية الشهيرة المرتبطة بالطفولة في مصر، زي الحجلة والتحطيب والسبع طباط والتعلبفات وصيادين السمك. النهاردة هتحتفل كلية الإعلام جامعة القاهرة بإعلان نتائج استطلاع رأي حول تقييم الجمهور المصري لدراما رمضان 2024 بالتطبيق على عينة بلغ حجمها 1100 شخص. النهاردة هتستكمل منافسات الجولة 20 بالدوري المصري بإقامة مبارتين، الأولى بتجمع الإسماعيلي والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في 7 مساء، الثانية في نفس التوقيت بتجمع إمبي وبيراميدز باستاد بتروسبورت. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة 10 ليلاً.